أولاد علات ديننا واحد الحديث. أولاد العلات هم الذين أمهاتهم متعددة فأبوهم واحد. وكذلك الأنبياء دينهم واحد هو التوحيد، توحيد الله والإيمان بأسمائه وصفاته والبعد عن الشرك وتعظيم الأوامر والنواهي وطاعته كل نبي، هذا متفق عليه. وأما الشرائع تختلف، شرائع الفروع الحلال والحرام كما قال سبحانه وتعالى لكل جعل منكم شرعة ومنهاجا. نعم. قوله بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون، أي بخلاف الذين يقولون على الله في شرعه ودينه أو في أسمائه وصفاته وأفعاله ما لا يعلمون، بل بمجرد عقولهم الفاسدة وتخيلاتهم الكاسدة التي ما أنزل الله بها من سلطان. قال تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فالقول على الله سبحانه وتعالى بلا علم من أعظم المنكرات، ولهذا جعله في أعظم مراتب التحريم، فإنه بدأ بأسهلها وختم بأشدها وأعظمها تحريما، وهو القول على الله بلا علم، وتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بدأ في الأسهل، قل يعني أحرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم أعم ينشر هذا والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله وأن تقولوا على الله، يعني قول على الله بالعلم يشبه الشرك وغيره، فالشرك من قول على الله بالعلم وكذب على الله وعلى رسوله وعلى عباد الله والقول على الله في التحليل وكذب، كل ذلك القول على الله بالعلم. نعم. وتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. نعم، مقعده، هذا من الحديث المتواتر. نعم. مقعده يتبوى مقعده. نعم، فصل مقعده يتبوى هو او فليتبوى الى يعني مقعده فاعل يتبوى مقعده او يتبوى مقعده الى جعل الضمير فاعل مقعده. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: فالقول على الله بغير علم من كبائر الذنوب، سواء كان في أسماء الله وصفاته وأفعاله أو في أحكامه، وتقديم الخيال المسمى بالعقل والسياسة الظالمة والعوائد الباطلة والآراء الفاسدة والأذواق والمكاشفات والكشوفات الشيطانية على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. مكاشفات وكشوفات عند الصوفية. نعم. انتهى بتصرف. قوله: ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة دليلا على ما تقدم من إثبات صدق الرسل عليهم السلام وصحة ما جاءوا به، وأنه الحق الذي يجب اعتقاده، وأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ووصفوا الله بما يليق به من صفات الكمال ونزهوه عن صفات النقص والعيب، وأن من قال بخلاف ما جاءوا به فهو كاذب على الله قائل عليه بدون علم. قوله سبحان ربك أي تنزيها لله عن كل نقص وعيب. قال ابن القيم: التسبيح تنزيه الله عن كل سوء، وأصل اللفظة من المباعدة من قولهم: سبحت في الأرض إذ تباعدت فيها. انتهى. إذا تباعدت. وتأتي سبحانك للتعجب. قوله رب العزة أي القوة والغلبة، وأضافها إليه لاختصاصها به، والعزة يراد بها عزة القوة وعزة الامتناع وعزة الغلبة والقهر. فله سبحانه العزة التامة بالاعتبارات الثلاث. يقال من الأول: عز يا عز بفتح العين في المستقبل، وفي الثاني بكسر العين، وفي الثالث بضمها. الغلبة عزة والامتناع يعز. نعم. قوله عما يصفون أي تنزيهه سبحانه
أي تنزيه، أي تنزه، تنزه، أي تنزه سبحانه وتقدس عما يصفه به المخالفون للرسل من النقائص والعيوب. قوله وسلام على المرسلين، أي سلام الله عليهم في الدنيا والآخرة لسلامة ما قالوه في ربهم وصحته وأحقيته. قوله والحمد لله رب العالمين، قوله رب هو الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور، ولا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى إلا إذا أغيث، فيطلق على غيره فرب الدار ورب الدابة ونحو ذلك. ولفظة رب، ولفظة رب وإله فيهما دلالة الاقتران والانفراد، فإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، وإذا ذكرا معا فسر الرب بما تقدم وفسر الإله بأنه المعبود المطاع. يعني إذا قيل رب دخل فيه الله، وإذا قيل الله دخل فيه الرب، وإذا اجتمع فسر الرب بالتوحيد بأفعال الرب والإله بالتوحيد بأفعال العباد. نعم. قوله العالمين، العالم كل من سوى الله، سمي بذلك لأنه علامة على وجود خالقه وموجده، على وجود خالقه وموجده ووحدانيته، وأنه مستحق للعبادة، كما قيل فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ويروى أن عربيا سئل عن الله فقال يا سبحان الله إن البعرة لا تدل على البعير وإن الأثر لا يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحر ذات أمواج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ ففي هذه الآية تنزه نفسه سبحانه عما لا يليق بجلاله، ثم سلم على المرسلين، وهذا يقتضي سلامتهم من كل ما يقوله المكذبون لهم. وإذا سلموا من ذلك لزم سلامة كل ما جاءوا به من الكذب والفساد، وأعظم ما جاءوا به هو التوحيد ومعرفة الله سبحانه وتعالى ووصفه بما يليق بجلاله مما وصف به نفسه على ألسنتهم. وإذا سلم ذلك من الكذب والمحال فهو الحق المحض، وما خالفه فهو الباطل والكذب والمحال. قال ابن كثير رحمه الله ولما كان التسبيح يتضمن التنزيه والتبرئة. طيب نعم. قال ابن كثير طلعت الصوت لا ما الباطل تكملة الآية يعني لا على قلب كبيرة. وفق الله وجزاه الله خيرا. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. قال الشارح رحمه الله تعالى قال ابن كثير رحمه الله ولما كان التسبيح يتضمن التنزيه والتبرئة من النقص بدلالة المطابقة ويستلزم إثبات الكمال. ولما كان التسبيح، ولما كان التسبيح سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين. ولما كان التسبيح يتضمن التنزيه والتبرئة من النقص بدلالة المطابقة ويستلزم إثبات الكمال، كما أن الحمد يدل على إثبات صفات الكمال مطابقة ويستلزم التنزيه عن النقص. قرن بينهما ربك رب العزة عما يصفون، تنزيه لله عن النقائص والعيوب، تبرئة لله سبحانه، وفي ضمنه إثبات الكمال لله عز وجل. والحمد إثبات الكمال لله عز وجل، وفي ضمنه تنزيه عن النقائص، ولهذا جمع بينهما. نعم. قارن بينهما في هذا الموضع وفي مواضع كثيرة من القرآن، ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون الآية انتهى. وفي هذه الآية إثبات أنواع التوحيد الثلاثة، فإن الحمد يتضمن إثبات أنواع التوحيد الثلاثة،
فإن الحمد مدح المحمود بصفات كماله ونعوت جلاله مع محبته والرضا عنه والخضوع له. ومن المعلوم أن ولا الفرق بينه وبين المدح، المدح تذكر صفات الممدوح ولا يلزم من هذا الحب، ولا يلزم الحب والإجلال. فأنت تمدح العدو، تمدح الأسد بأنه قوي ولا تحبه. أما المدح ففيه ذكر صفات المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، ولهذا جاء في حق الرب سبحانه وتعالى الحمد، الحمد لله رب العالمين. ولم يتمدح، نعم أمدح الله، نعم. ومن المعلوم أن فاقد صفات الكمال لا يكون إلها ولا مدبرا، بل هو مذموم معيب ليس له الحمد. إيش عاد والحمد والحمد. ومن المعلوم الحمد، فإن الحمد مدح المحمود بصفات كماله ونعوت جلاله مع محبته والرضا عنه والخضوع له. ومن المعلوم أن فاقد صفات الكمال لا يكون إلها ولا مدبرا، بل هو مذموم معيب ليس له الحمد، وإنما الحمد لمن له صفات الكمال ونعوت الجلال التي لأجلها استحق الحمد. واشتملت هذه الآية على وصفه سبحانه بالعزة المتضمنة للقوة والقدرة وعدم النظير. واشتملت هذه الآية على وصفه سبحانه بالعزة المتضمنة للقوة والقدرة وعدم النظير. سبحان ربك رب العزة. نعم. نعم. والحمد المتضمن لصفات الكمال والتنزيه عن أفضادها، وعلى إثبات صلة الكلام، وعلى الرد على جميع المخالفين، وإثبات أن ما جاء به المرسلون هو الحق الذي يتعين اعتقاده لسلامة ما قالوه في ربه من النقص والعيب. انتهى من كلام ابن القيم ملخصا. قوله فسبح نفسه أي نزهها عما يصفه به العباد إلا ما وصفه به المرسلون وأتباعهم. فإن هذه الكلمة أي سبحان ربك تنزيه للرب وتعظيمه وإجلاله عما لا يليق به من النقائص والعيوب. فالرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم وصفوه سبحانه وتعالى بصفات الكمال ونزهوه عما لا يليق به من التشبيه والمثال، عمن الشبيه والمثال. وأما أعداء الرسل فوصفوه بضد ذلك من النقائص والعيوب، وألحدوا في أسماء الله وصفاته وآياته، وحرقوا الكلم عن مواضعه. فالحق هو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما جاء به علما وعملا واعتقادا في باب صفات الرب وأسماؤه. فالحق هو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما جاء به علما وعملا واعتقادا في باب صفات الرب وأسماؤه بالواو مكتوبة وأسمائه في باب صفات الرب وباب أسمائه. إيش بعده وتوحيده وأمره ونهيه ووعده ووعيده. نعم كلها بالجر. وكل ذلك كلكم عندك بالواو. ها الهمزة فوق الواو فوق الهمزة. نعم باب أسماء الرب وصفاته وأسماء النعم. وكل ذلك مسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون آراء الرجال وأوضاعهم وأفكارهم واصطلاحاتهم. فكل ما خالف ما عليه الرسول وأصحابه فهو باطل مردود على صاحبه كائنا من كان. قوله لسلامة ما قالوه أي أن ما قالوه في ربهم سالم من النقص والعيب. فإنهم أعلم الخلق بالحق وأنصح الخلق
وأفصحهم وأقدرهم على البيان والتبليغ. يعني الرسل عليه الصلاة والسلام هذا أفصح، أعلم الخلق بالله وأنصحهم وأفصحهم، لأن الرسل اختارهم، اختارهم ليه؟ لأنهم أكبر الناس وأفضل الناس عليهم الصلاة والسلام. نعم. فما بينوه من أسماء الله وصفاته وغير ذلك هو الغاية في الكمال، وهو الحق الذي يجب اعتقاده واتباعه ولا تحل مخالفته. ولا تحل. ولا تحل. نعم. ولا تحل مخالفته. أما تحل محل المكان. المكان. حتى تحل قريبا من ذلك. نعم. قال في القاموس: السلامة البراءة من العيوب، انتهى. والعيب والنقصان مترادفان. قوله بعد مقطع جديد. نعم أقرأ مقطع. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث قال: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ودخل فيها قول آية الكرسي. ودخل فيها إيش؟ ودخل في ذلك وما وصف به نفسه في آية الكرسي التي هي أعظم آية، حيث قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يقربه شيطان حتى يصبح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد جمع سبحانه فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما وصفه به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، الصراط الذي أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. المعنى أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالنفي والإثبات، وصف نفسه بإثبات مفصل ونفي مجمل. فالنفي في حق الرب سبحانه وتعالى يأتي مجملا، والإثبات يكون مفصلا. فالله تعالى فأتى السمع والبصر والعلم والقدرة والإحاطة، ونفى عن نفسه، نزه نفسه عن نقائص والعيوب إجمالا، قوله سبحانه: ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سبيا، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تضربوا لله الأمثال. وقد يأتي النفي مفصل للرد على المشركين، في قوله: لم يلد ولم يولد، هذا نفي مفصل للرد على المشركين الذين نسبوا الولد إلى الله عز وجل. وإلا فإن النفي في النصوص إنما يأتي مجملا في حق الله سبحانه وتعالى، والإثبات يكون مفصلا. ولا عدول لأهل الحق عن الصراط المستقيم، عن طريق المسير، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد دخل في ذلك ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي هي أعظم، التي تعدل ثلث القرآن، فإن الله تعالى قال: قل هو الله أحد، هذا إثبات، الله الصمد، الله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد الذي لا شبه له ولا مثيل له ولا نظير في ذاته وصفاته وأفعاله. الله الصمد، الصمد في نفسه الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، هو صمد في نفسه لا يحتاج إلى أحد، قائم بنفسه، هو صمد تصمد إليه الحوائج الخلائق في حوائجها، لم يلد ولم يولد هذا نفي، ولم يكن له كفوا أحد هذا نفي. فجمع في هذه الصورة بين النفي والإثبات. وكذلك في سورة، في آية الكرسي التي هي أعظم سورة في القرآن،
والتي من قرأها في ليلة لم يجر عليه من الله حافظ ولا يقرب الشيطان حتى يصبح فيها لا سوى إثبات الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو ولا كلمة التوحيد لا إله إلا هو جمع الله فيها بين النفي والإثبات نفى العبادة بجمع أنواعها غير الله وإثبات غير الله الحي القيوم هذا إثبات لا تأخذه سنة ولا نوم هذا نفي نفي السنة وهي النعاس والنوم المستغرق له ما في السماوات وما في الأرض هذا إثبات من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعني لا أحد نفي بمعنى الإثبات لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم بإثبات العلم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء نفي وسع كرسيه السماوات والأرض إثبات ولا يؤوده حفظهما نفي وهو العلي العظيم إثبات جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات طرحا وفق الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشارح رحمه الله تعالى قال ابن كثير رحمه الله ولما كان التسبيح يتضمن التنزيه والتبرئة من النقص بدلالة المطابقة ويستلزم إثبات الكمال كما أن الحمد يدل على إثبات صفات الكمال مطابقة ويستلزم التنزيه عن النقص قبل هذا بعد هذا نعم صفة 40 قرأنا هذا قوله جمع الجمع في اللغة في الضم وهو سبحانه جمع اقرأ مثل سمج. قوله وهو سبحانه قد جمع فيما وسط وسمى به نفسه بين النفي والإثبات نعم فلا عدل لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون نعم قوله جمع الجمع في اللغة في الضم والاجتماع الانضمام والتفريق ضده قوله وصف الوصف لغة نعته بما فيه نعته بما فيه وصف الشيء يعني نعت الشيء وصف الشيء نعته بما فيه نعم وصف النعت نعت وصف نعم وصف الشيء نعته بما فيه وصف الشيء نعته بما فيه وحلاه نعم إذا وصف نعته وإذا في المصدر وصف الشيء يكون نعته نعم نعم وصفة النعت وصفة ما يقوم بالموصوف كالعلم والجمال وأسماءه سبحانه تنقسم إلى قسمين أعلام وأوصاف والوصفية فيها لا تنافي العلمية بخلاف أوصاف العباد نعم في علم على الذات المقدسة وهي أوصاف فالرحمن علم على الله عز وجل مشتمل على صفة الرحمة والعليم علم على رب مشتمل على صفة العلم والقدير علم على رب مشتمل على صفة القدرة وهكذا في علم الأوصاف بخلاف المخلوق فإن أسماء أعلام قد لا تكون أوصاف مثل رجل يسمى صالح وقد يكون فاسد ما هو صالح لكن هذا علم عليه صالح لكن تجده منحرف مو بصالح فهو عالم وليس بوصف انما عالم يعرف فلان صالح ابو فلان لكن في الواقع تجده منحرف فاسد اما اسم الرب فيها اعلام واوصاف نعم وصفاته سبحانه وتعالى داله على معان قائمه بذاته فيجب الايمان بها والتصديق وإثباتها لله حقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته وهي بالنظر إلى الذات من قبيل المتراجم وبالنظر إلى الصفات من قبيل المتباين يعني بالنظر لذات صفات العلم والقدرة والسمع والبصر العليم والسميع والبصير كل دل على صفات دلالته على الذات من قبيل المتراجم كلها متراجعة تدل على ذات الرب سبحانه وتعالى
في إثبات ذات الرب. ومن وأما في النظر للصفات فهي متباينة، صفة العلم غير صفة القدرة، العلي يدل على العلم والقدير يدل على القدرة، الحليم يدل على الحلم، وهكذا في أوصاف متباينة. أما بالنسبة للرب فهي مترادفة، كلها تدل على ذات المقدس. نعم. ويتنقسم كما مضى إلى قسمين، صفات ذات وصفات فعل. قوله نعم كما سبق، الصفات الذاتية التي لا تنفك على الباري مثل العلم والقدرة والسمع والبصر والعلو. والثاني صفات الذات تتعلق بالبشيئة والاختيار مثل الكلام والخلق والرزق والإماتة والإحياء. نعم. قوله بين النفي والإثبات، فالنفي كقوله ليس كمثله شيء، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم، وقوله ولا يؤوده حفظهما. والإثبات كقوله وهو السميع البصير، وقوله وهو الحكيم الخبير، وقوله قل هو الله أحد الله الصمد. قال شيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: ومعاني التنزيه ترجع إلى هذين الأصلين، إثبات الكمال ونفي التشبيه والمثال. قال الشيخ الإسلام، قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: ومعاني التنزيه ترجع إلى هذين الأصلين، إثبات الكمال ونفي التشبيه والمثال. لا بد من هذا، ما يكون الكمال إلا بهذا، نفي المشابهة والمماثلة وإثبات الكمال. تحلية تخلية وتحلية، تنفي عن الله النقائص والعيوب ثم تثبت له الكمال. وقد دل عليهما سورة الإخلاص، فاسمه الصمد يجمع معاني صفات الكمال، والأحد يتضمن أنه لا مثل له ولا نظير من المنهاج بتصرف. نعم من كتاب المنهاج هذه السنة يعني. فقال ايش مثل كقوله قل الله أحد. نعم. وقد دل عليهما سورة الإخلاص، فاسمه الصمد يجمع معاني صفات الكمال، والأحد يتضمن أنه لا مثل له ولا نظير. الصمد هو القائم بنفسه الذي لا يحتاج إلى أحد، وتصل إلى الخلائق في حوائجها. نعم. والنفي ليس مقصودا لذاته، وإنما هو مقصود لغيره، إذ النفي المحض ليس بمدح ولا ثناء، بل هو عدم محض ولا مدح في ذلك. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه التدمرية: وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه كمال ولا مدح إلا إذا تضمن إثباتا، وكل ما نفى الله عن نفسه من النقائص ومشاركة أحد له في خصائصه فإنها تدل على إثبات ضدها من أنواع الكمالات. انتهى. نعم، هذا واضح فيما ورد النصوص في النفي، لم يكن له كفوا أحد بكماله، ولأنه لا نظير له، لا يؤده حفظهما لكمال قوته واختلاعه، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، لا تدركه الأبصار لكمال عظمته وأنه أكبر من كل شيء، لا يعجب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض لكمال العلم، وهكذا. فالإثبات يتضمن إثبات ضده من الكمال. أما إذا لم يتضمن كمالا يكون صرف، وهذا يصف به المعدوم، الجدار يصف به لأنه ليس بسميع ولا بصير ولا عليم، لكن هذا صرف، ما في مدح، ما يتضمن كمالا. النفس الصرف الذي لا يتضمن إثبات ضده من الكمال لا قيمة له، يصف به المعدوم. وإنما المدح في النفي الذي يتضمن إثبات ضده من الكمال. نعم. وطريقة أهل السنة والجماعة في النفي الإجمال وفي الإثبات التفصيل كما جاء في الكتاب والسنة، فأثبتوا له سبحانه الأسماء والصفات ونفوا عنه مماثلة المخلوقات،
ومن خالفهم من المعطلة والمتفلسفة وغيرهم عكسوا القضية فجاءوا بنفي مفصل وإثبات مجمل فيقولون ليس كذا ليس كذا ذكر معناه في التدمرية وغيرها. نعم البدع ينفون نفى مجمل ليس بكذا ليس فوق ولا تحت ولا أمام ولا خلف وليس بجثة ولا أعضاء ولا لون ولا دم. هذا من أبطل بعض هذا بعض فإنما إجمال أن توفى النقاس إجمالا كما قال هل تعلم له سمية لم يكن له كفر أحد ليس كمثله شيء فلا تضربوا الله الأمثال فلا تدعوا الله أن تدعوا تعلمون. هذا هو الكمال حتى في المخلوقين لو جاء إنسان وصف الملك أو الرئيس أو الأمير وصفه نفى عنه النقائص الإجمال ويقول أنت لست بكذا أنت لست بك الناس ولا زبال ولا حجام ولا كذا يعتبر مساك يؤدب وإن كان صادق صادق الموضوع يقول أي أنت أيها الأمير أو الملك لست بحجام ولست بجذاب ولست بكذا ولست بحمالي ولا كذا ولا كذا. هذه أوصاف نفى عنه صحيحة لكنه لما فصل صار مسيئا للأدب فيعذب. وإنما الكمال أن نقول أنت لست مثل أحد من رعيتك أنت أعلى منهم وأكمل هذا الكمال هذا يجمل في النفي. نعم قوله فلا عدول أي فلا ميل ولا انحراف لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون بل هم مقتفون آثارهم مستضيئون بأنوارهم مؤمنون بجميعهم مصدقون لهم في كل ما أخبروا به من الغيب إذ هو الحق والصدق الذي يجب اعتقاده واتباعه ولا تجوز مخالفته. وأعظم ما جاء به المرسلون هو الدعوة إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له ومعرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله وأنه لا شبيه له ولا نظير فهذا دينهم من أولهم إلى آخرهم. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام أي إن الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو دين الأنبياء من أولهم إلى آخرهم ليس لله دين سواه فالإسلام دين أهل السماوات ودين أهل التوحيد من أهل الأرض لا يقبل الله من أحد دينا سواه. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله فأهل السنة والجماعة المتبعون لمحمد وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من رسل الله يثبتون ما أثبتوه من تكريم الله ومحبته ورحمته وسائر ما له من الأسماء والصفات وينزهونه عن مشابهة الأجساد التي لا حياة فيها. وأما أهل البدع من الجهمية ونحوهم فإنهم سلكوا سبيل أعداء الرسل إبراهيم وموسى ومحمد الذين أنكروا أن الله كلم موسى تكليما. وأما أهل البدع من الجهمية ونحوهم فإنهم سلكوا سبيل أعداء الرسل إبراهيم وموسى ومحمد الذين أنكروا أن الله كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا. نعم الرسل محمد وإبراهيم وموسى هذا بدء من الرسل. نعم نعم وقد كلم الله محمدا واتخذه خليلا ورفعه فوق ذلك درجات وتابعوا فرعون الذي قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. يعني فرعون فهم موسى أن الله في العلو فلذلك طلب من وزير هامان أن يبدأه صرحا وفرعون منكر للعلو. بعض أهل البدع عكس القضية قال أن فرعون مثبت للعلو وأن من أثبت العلو فهو على مذهب فرعون لأن فرعون طلب من وزير هامان أن يطلع إلى إله موسى. هذا والعياذ بالله من المغالطة. فرعون منكر للعلو وطلب من وزيره هامان أن يبني صرحا لأن موسى أفهم أن الله في العلو. ولهذا بعض البدع يقول من أثبت العلو فهو على مذهب فرعون وهذا ليس مشى على هذا السبيل من أهل البدع وحتى المعاصرين هذا اللي
سمى ايش هذا حسن السبكي او السقاط السقاط لو هذا في هذا قرر هذا في رسالته في تحقيق رسالة ابن الجوزي وقال انما نفتك الالوف هو على مذهب فرعون صلى الله عليه وسلم على طريقة السلام من أهل البدع. نعم أخبره أن الله بعوه فلذلك طلب فرعون وزير همان بها صرحا لعلي أطلع إلى موسى الذي يزعم أن إلهه فوق وإني لا أظنه كاذبا. كذب فرعون كذب موسى في لأن الله في العلو. لا أفهم قال لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا يعني فيما أخبرني به نص الآية. لكن أهل البدع هو حره قال في البدع هذا جاء عن فرعون يرى أن الله في العلو يثبت العلو فدل على أن ما يثبت العلو هو على مذهب فرعون. نعم ينكر لا ينكر رب العظيم قال وما رب العالمين لكن هناك رب تجاهل العادة هذا في الظاهر هو في الباطن مقر يعني هو لا يثبت وجود الله من الأساس. لا ما هو صحيح الصواب ان فرعون اراد ان يكذب موسى للناس قال يا هرم صح لعلي اطلع الى موسى الذي يزعم ان الهه فوق واني لاظنه كاذبا لانه يقول للناس وما رب العالمين وانا ربكم الاعلى ممكن لوجود الله فكيف يثبت العلو هو ممكن لوجود الله. نعم صحيح عندك موقف الان. نعم قريب. نعم واتابعوا المشركين الذين اذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن الايه واتبعوا الذين الحدوا في اسماء الله فهم يجحدون حقيقه الرحمن او انه يرحم او يكلم وزعموا ان من اثبت له هذه الصفات فقد شبهه باجسام ميته وان هذا تشبيه لله بخلقه تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا قوله فانه الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقال الشيخ ابن تيميه رحمه الله تعالى فإنه الصراط المستقيم فلا عذول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم قال الشارح أي أن ما جاء به المرسلون هو الصراط المستقيم الموصل إلى السعادة الأبدية وهو الذي لا طريق إلى الله ولا إلى جنته سواه والصراط في اللغة الطريق الواضح قال الشاعر أمير المؤمنين على صراط إذا عوج الموارد مستقيما أمير المؤمنين على صراط إذا عوج الموارد مستقيم والمستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله ثم قال وهذه السبل ليس من سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل الآية رواه الإمام أحمد والنسائي وابن أبي حاتم والحاكم وصححه المراد بالصراط قيل الإسلام وقيل القرآن وقيل طريق السنة والجماعة وكله حق كله. الإسلام هو القرآن هو الصراط المستقيم هو الإسلام وهو ما جاء في القرآن وهو طريق السنة كله حق كله مثل عزيز متوافقه لا يخالف بعضها بعضا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى
ولا ريب أن ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه علما وعملا وهو معرفة الحق وتقديمه وإيثاره على غيره هو الصراط المستقيم. ولا ريب أن ما كان عليه رسول الله وأصحابه علما وعملا وهو معرفة الحق وتقديمه وإيثاره على غيره وتقديمه وإيثاره على غيره هو الصراط المستقيم. وكل هذه الأقوال المتقدمة دالة عليه جامعة له. انتهى. والصراط المذكور في الكتاب والسنة ينقسم إلى قسمين، معنوي وحسي. فالمعنوي هو ما تقدمت الإشارة إليه، والحسي هو الجسر الذي هو الحق، تقديمه وإثاره والعمل به، وهو الإسلام، وهو ما جاء في القرآن، وهو ما جاء في الكتاب والسنة، على الصراط معنوي. والصراط الحسي هو الصراط الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة، على الصراط الحسي. فمن استقام على الصراط المعنوي في الدنيا فإنه يمر بسلام على الصراط الحسي، ومن انحرف عن الصراط المستقيم المعنوي في الدنيا فإنه يخطف في جهنم أعوذ بالله، ولا يسلم، لا يعبر الصراط الحسي. نعم. والحسي هو الجسر الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فبحسب استقامة الإنسان على الصراط المعنوي الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار تكون استقامته على ذلك الصراط الحسي. من استقام على الصراط المعنوي في الدنيا تبع الكتاب والسنة ووحد الله وأخذ العبادة، استقام على الصراط الحسي وجاوزه ومر عليه إلى الجنة. ومن تنكر الصراط المستقيم في الدنيا فإنه لا يجاوز الصراط الحسي في الآخرة نعوذ بالله، فيسقط في جهنم نعوذ بالله. نعم. فبحسب استقامة الإنسان على الصراط المعنوي الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار تكون استقامته على ذلك الصراط الحسي حذو القدة بالقدة جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أفرد الصراط لأن الحق واحد، وهو صراط الله المستقيم الذي لا صراط يوصل إليه سواه، وهو عبادة الله بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا بخلاف طرق الباطل فإنها متعددة متشعبة، ولهذا يجمعها كقوله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، الآية. نعم. وحد الصراط لأن طريق الحق واحد لا تعدد، وجمع السبل لأن طرق الباطل كثيرة ومتشعبة لا حصر لها، طرق الباطل متعددة، طرق الحق واحد لا يتعدد. ولهذا قال سبحانه: وأن هذا صراطي واحد مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، طرق كثيرة. ثبت الحديث الذي خط خطا مستقيما وخط حوله خطوط عن يمينه وعن شماله، وقال عن خط المستقيم: هذا الإسلام، وهذا صراط الله. وقال عن خطوط التي عن يمينه وعن شماله: هذه سبل على كل سبيل منها الشيطان يدعو إليه. ثم قرأ الآية: وأن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم. هذا كذلك النور وحد النور لأنه واحد هو طريق الحق، والظلمات طرف الباطل. نعم. ولا يناقض هذا قوله سبحانه: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، فإن تلك هي طرق مرضاته التي يجمعها سبيله الواحد. قوله صراط بدل من الصراط الأول، أي طريق المنعم عليهم. يعني الصراط المستقيم صراط صراط الثاني بدل من الصراط الأولى. نعم. قوله صراط بدل من الصراط الأول، أي طريق المنعم عليهم. قال تعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
وهؤلاء هم المذكورون في قوله سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول. نعم. ومن يطع الله والرسول صراط بدل من الصراط الأول. نعم. أي طريق المنعم عليهم. قال تعالى في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وهؤلاء هم المذكورون في قوله سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والنعمة بكسر النون الإحسان وبالضم المسرة. نعم. وبالفتح المنعم من العيش. صراط الذين أنعمت عليهم. نعم. النعمة بالكسر. والنعمة بكسر النون الإحسان وبالضم المسرة وبالفتح المتعة من العيش واللين. النعمة المتعة من العيش اللين. النعمة النعمة وذلك ومكذبين أولي النعمة ومحلهم قليلا أهل متعة من العيش والطرف والعيش الرغيف أولي النعمة. أما النعمة بالكسر فهي الإحسان والنعمة المسرة. نعم. نعم. قول النعمة النعمة بالكسر. النعمة بكسر النون الإحسان. نعم. وبالضم المسرة. نعم. النعمة. النعمة. والنعمة بالفتح الطرف والعيش الرغيد والليل. نعم. وبالفتح المتعة من العيش اللين. نعم. قوله أنعم الله عليهم أي أنعم عليهم الإنعام المطلق التام. وهي النعمة المتصلة بسعادة الأبد. الله. وهي نعمة الإسلام والسنة. الله. وهي التي أمرنا الله أن نسأله أن يهدينا صراط أهلها. نعم. ومن خصهم بها. نعم. أو أعد النعمة. أنعم الله عليهم. نعم. أي أنعم عليهم الإنعام المطلق التام. وهي النعمة المتصلة بسعادة الأبد. من عليهم بالإسلام من عليهم بالعلم والعمل من عليهم باتباع القرآن والسنة وفقهم لإخلاص الدين لله. نعم. وهي نعمة الإسلام والسنة. وهي التي أمرنا الله أن نسأله أن يهدينا صراط أهلها ومن خصهم بها وجعلهم أهل الرفيق الأعلى كما قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين الآية. فهؤلاء الأصناف الأربعة هم أهل هذه النعمة المطلقة هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. نعم. وأصحابها هم المعنيون بقوله فهؤلاء الأصناف الأربعة هم أهل هذه النعمة المطلقة وأصحابها هم المعنيون بقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأضاف إليهم الدين إذ هم المختصون بهذا الدين القيم دون سائر الأمم. وأما مطلق النعمة فعلى المؤمن والكافر فكل الخلق في نعمته. النعمة المطلقة لأهل الإيمان ومطلق النعمة يكون للمؤمن والكافر انتهى. ذكره ابن القيم. وفي قوله صراط الذين أنعمت عليهم وفي قوله صراط الذين أنعم الله عليهم وفي قوله يقول المؤلف صراط الذين أنعم الله عليهم وفي قوله صراط الذين أنعم الله عليهم تنبيه على الرفيق في هذا الطريق وأنهم هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. تنبيه على الرفيق تنبيه على الرفيق في هذا الطريق يعني رفيقك أيها الموفق في هذا الطريق هم الذي أنعم الله عليه رفيق وفقاؤك الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون من من الله عليه بالعلم والعمل من الله عليه بالإسلام توحيد الإخلاص. رفيقك في هذا الطريق هم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون. نعم. تنبيه على الرفيق في هذا الطريق وأنهم هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ليزول عن سالك هذا الطريق وحشة التفرد عن أهل زمانه وبني جنسه إذا استشعر أن رفيقه في هذا الصراط هم الأنبياء الله هم الأنبياء والشهداء والصالحون. لا يستوحش
ولا يظن أنه منفرد ولو خالف أهل الزمان. أهل الزمان فسد الزمان فسد أهل الزمان استقم على طاعة الله ولا تستوحش، فإن معك في هذا الطريق الأخيار والأنبياء والصديقون والشهداء. إعراب ليزول إيش؟ الله قال ليزول عن سالك هذا الطريق وحشة التفرج عن أهل زمانه. وحشة نعم. وحشة التفرج عن أهل زمانه وبني جنسه إذا استشعر أن رفيقه في هذا الصراط هم الأنبياء والشهداء والصالحون. قال بعض السلف لا تستوحش من الحق لقلة السالكين ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين. نعم. وقال لا تستوحش قلة السالكين، لا تستوحش من الحق، فأنت على الحق وأنت الجماعة ولو كنت وحدك، ولا تغتر بالباطل ولو كثر أهله فإنهم هالكون. نعم. وقال تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يعني إبليس قال لا أحترك أن ذريته إلا قليلا، وقال له أنهم أجمعين إلا عبادتهم. قال هذا ظن منه، فصدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. صدق ظنه فيه، قال هذا بالظن فصدق ظنه فيه، فاتبعوا أكثر الناس اتبعوا إبليس إلا قليل وهم المؤمنون وعباد الله المخلصون. قال هذا بظنه فصدق عليهم ظنه، فصدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. صدق ظنه في اتباعهم له، اتباع الأكثر لله. نعم. اللهم قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه وش بعد فصدق عليهم ظنه وش بعد ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. نعم. قال الشيخ محمد عبد الوهاب في كتابه في مسائل التوحيد وفيه عمق علم السلف وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. الله أكبر. عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة، فلا تزهد في الحق وإن قل تاركوه، ولا تكثر الكثرة وإن كثر أهله الباطل. نعم. والصراط تارة يضاف إلى الله سبحانه وتعالى إذ هو الذي شرعه ونصبه كقوله وأن هذا صراطي مستقيما، وتارة يضاف إلى العباد لكونهم أهل، وتارة يضاف إلى العباد لكونهم أهل سلوكه، أفاده ابن القيم. نعم. يضاف الصراط إلى الله هو الذي شرعه ونصبه، ويضاف المؤمنين لأنهم هم أهله والسالكون فيه، السالكون له. نعم. وفي قوله صراط الذين أنعم الله عليهم إشارة إلى أنهم إنما استحقوا هذا الإنعام المطلق بسبب سلوكهم هذا الصراط، وفيه إشارة إلى وجوب توحيد هذا الصراط بالسلوك. الله. وأن لا صراط موصل إلى السعادة سوى هذا الصراط. نعم. الله تعالى أنعم عليهم بسلوكه هذا الصراط، لما سلك هذا الصراط أنعم الله عليه. وفيه إيش؟ قال وفيه إشارة إلى وجوب توحيد هذا الصراط بالسلوك. نعم. وأن لا صراط موصل للسعادة سوى هذا الصراط. نعم. يجب أن نوحد الصراط فلا يسلك الناس إلا الصراط المستقيم. نعم. قال ابن القيم في كافية الشافية فلواحد كن واحدا في واحدي، أعني سبيل الحق والإيمان. نعم. فلواحد، فلواحد هو الله، كن واحدا يعني مجتمع الهمة، في واحد في طريق الواحد هو الصراط المستقيم. فلواحد. نعم. فلواحد كن واحدا في واحدي، أعني سبيل الحق والإيمان. نعم. قال سبيل الحق والإيمان واحد هو الصراط المستقيم. فلواحد هو الله، كن واحدا أنت مجتمع الهمة، لا تتبع غيره صراط الله، ولا تعبد غيره، ولا ترجو إلا إياه، اجمع همتك عليه وارجه وحده واخشه وحده واعبده وحده. نعم. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين والهدى التام يتضمن توحيد المطلوب وتوحيد الطلب وتوحيد الطريق الموصلة،
والانقطاع وتخلف الوصول يقع من الشركة في هذه الأمور أو في بعضها. والهدى الهدى التام يتضمن توحيد المطلوب وتوحيد الطلب وتوحيد الطريق الموصلة. والانقطاع توحيد المطلوب وهو الله، وتوحيد الطلب طلبك، فلا فرق، يكون موحد طلبك موجه لله فقط. وتوحيد الطريق يكون هو طريق الإسلام. نعم نعم. قال المقيم، قال المقيم في مدارج السالكين: والهدى التام يتضمن توحيد المطلوب وتوحيد الطلب وتوحيد الطريق الموصلة، والانقطاع وتخلف الوصول يقع من الشركة في هذه الأمور أو في بعضها. والانقطاع وتخلف الوصول يقع من الشركة في هذه الأمور أو في بعضها. نعم. فالشركة في المطلوب تنادي التوحيد والإخلاص. فالشرك المطلوب هو الله، إذا أشرك معه غيره وقع في الشرك. نعم. فالشركة في الطلب تنادي الصدق والعزيمة. نعم. لو يكون العزيمة صادقة، صادق وصادق في موجهة لله. نعم. والشركة في الطريق تنافي اتباع الأمر. نعم. الشركة في الطريق معناه يكون الإنسان مخالف لشرع الله. نعم. فالأول يوقع في الشرك والرياء، والثاني يوقع في المعصية والبطالة، والثالث يوقع في اتباع البدعة ومفارقة السنة. فتأمل، فتوحيد المطلوب يعصم من الشرك والرياء، وتوحيد الطلب يعصم من المعصية، وتوحيد الطريق يعصم من البدعة. وتوحيد الطريق يعصم من البدعة والشيطان، إنما ينصب من البدعة فاصلة والشيطان وذلك كلام جديد. وتوحيد الطريق يعصم من البدعة. نعم. والشيطان إنما ينصب فخه بهذه الطرق الثلاثة. الله العافية. نعم. قوله من النبيين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، فكان مقتضى البلاغ التام أن يقول: قل هو الله أحد، ففيه الرد على الجهمية والمعتزلة وإخوانهم ممن يقول هو كلامه ابتداه من قبل نفسه. ففي هذا أبلغ رد لهذا القول، وأنه صلى الله عليه وسلم بلغ ما أمر بتبليغه على وجهه ولفظه، فقيل له قل فقال قل، لأنه مبلغ محض، فما على الرسول إلا البلاغ المبين. وفيه دليل على الجهل بالعقيدة والتصريح بها. يقول قل هو الله أحد. إيش قال ابن القيم؟ قال ابن القيم، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، فكان مقتضى البلاغ التام أن يقول قل هو الله أحد، ففيه الرد على الجهمية والمعتزلة وإخوانهم ممن يقول هو كلامه ابتداه من قبل نفسه. ففي هذا أبلغ رد لهذا القول، وأنه صلى الله عليه وسلم بلغ ما أمر بتبليغه على وجهه ولفظه، فقيل له قل فقال قل، لأنه مبلغ محض، فما على الرسول إلا البلاغ المبين. وفيه دليل على الجهل بالعقيدة والتصريح بها. قوله الله الصمد، قال أبو وائل: الصمد السيد الذي انتهى سؤدده، والعرب تسمي أشرافها الصمد لكثرة الأوصاف المحمودة للمسمى به. قال الشاعر: ألا بكر الناعي بخير بني أسد. والعرب تسمي أشرافها الصمد. لا الصمد، الصمد إذا كان الواحد، الصمد واحد من أشرافها. والعرب تسمي أشرافها الصمد لكثرة الأوصاف المحمودة للمسمى به. نعم.
قال الشاعر: ألا بكر الناعي بخير بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمدي. فإن الصمد من تصمد إليه القلوب بالرغبة والرهبة، وذلك لكثرة خصال الخير فيه. انتهى. وهذا لا يصح إلا لله. الصمد هو الصمد سبحانه، الصمد في نفسه تصمد إليه خير، هو صمد في نفسه يعني قائم بنفسه لا يحتاج إلى أحد. فسر الله من ذلك الصمد الذي لا جوف له، وهو صمد تصمد إليه الخلائق في حوائجنا بعد أن كان صمدا في نفسه. والأصل هو هذا كما ذكر الرسول، الأصل أنه صمد يعني قائم بنفسه لا يحتاج إلى شيء ولا يحتاج إلى أحد. والملائكة صمد يعني أنهم لا يأكلوا ولا يشربوا، لا يحتاج إلى أكل ولا شرب. فهو صمد في نفسه ثم تصمد إليه الخلائق في حوائجها، ومعنى يعني صمد صمد بنفسه الذي لا يحتاج إلى شيء، والثاني تصمد إليه الخلائق، والثاني مبني على الأول. تصمد إليه الخلائق لأنه صمد في نفسه، لأنه قائم بنفسه يوم لغيره لا يحتاج إلى شيء، فلذلك تصمد إليه الخلائق في حوائجها. نعم. وقال عثمة عن ابن عباس: معنى الصمد هو الذي يصمد، هو الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم. وقال الربيع بن أنس: هو الذي لم يلد ولم يولد، كأنه جعل ما بعده تفسيرا له، وهو تفسير جيد. وقد تقدم الحديث من رواية ابن جرير عن أبي بن كعب في ذلك، وهو صريح في ذلك. انتهى من ابن كثير. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: ومن قال أن الصمد هو الذي لا جوف له فقوله لا يناقض هذا التفسير، فإن اللفظة من الاجتماع، فهو الذي اجتمعت فيه صفات الكمال ولا جوف له، فإنما لم يكن أحد كفوا له لما كان صمدا كاملا في صمدانيته. فإنما لم يكن أحد كفوا له لما كان صمدا كاملا في صمدانيته، فلو لم يكن له صفات كمال ونعوت جلال، ولم يكن له علم ولا قدرة ولا سمع ولا بصر، ولا يقوم به فعل ولا يفعل شيئا البتة، فلو لم يكن له صفات كمال ونعوت جلال، ولم يكن له علم ولا قدرة ولا سمع ولا بصر، ولا يقوم به فعل ولا يفعل شيئا البتة، ولا له حياة ولا كلام ولا وجه ولا يد، ولا فوق عرشه ولا يرضى ولا يغضب ولا يرى، ولا يغضب ولا يرى، ولا يمكن أن يرى ولا يشار إليه، لكان العدم المحض كفوا له. يعني كما تقول الجهمية، هكذا يصفون صفة العدم. فإن هذه الصفة منطبقة على المعدوم، فلو كان ما يقوله المعطلون هو الحق لم يكن صمدا وكان العدم كفوا له. فاسمه الأحد دل على نفي المشاركة والمماثلة، واسمه الصمد دل على أنه مستحق لصفات الكمال، فصفات التنزيه ترجع إلى هذين المعنيين: نفي النقائص عنه، وذلك من لوازم إثبات صفات الكمال، فمن ثبت له الكمال التام انتفى عنه النقصان المضاد له، والكمال من مدلول اسمه الصمد. والثاني أنه ليس كمثله شيء في صفات الكمال الثابتة له، وهذا من مدلول اسمه الأحد. فهذان الاسمان العظيمان الأحد الصمد يعني الأحد الذي لا شبيه له ولا مثل له، ليس له مثيل، والصمد الذي كمل في صفات الكمال. نعم. فهذان الاسمان العظيمان يتضمنان تنزيهه عن كل نقص وعيب. تنزيهه نعم. فهذان الاسمان العظيمان يتضمنان تنزيهه عن كل نقص وعيب، وتنزيهه في صفات الكمال
وتنزيهه في صفات الكمال أن يكون له مماثل في شيء منها. وتنزيهه في صفات الكمال أن يكون كذا أم لا يكون. شو عندكم؟ بدون لا. وتنزيهه في صفات الكمال أن يكون له مماثل في شيء منها. ألا يكون له مماثل. وتنزيهه في صفات الكمال ألا يكون له مماثل في شيء منها. فالسورة تضمنت كل ما يجب نفيه عن الله وما يجب إثباته لله من وجهين، من جهة اسمه الصمد، ومن جهة أن كل ما نفي عنه من الأصول والفروع والنظير استلزم ثبوت صفات الكمال. لم يلد ولم يولد، لم يلد هذا نفي الفروع، ولم يولد نفي الأصول، يعني لم يتفرع من شيء ولم يتفرع من شيء، ليس له أصل ولا فرع، بل هو سبحانه وتعالى الأحد الصمد القائم بنفسه المقيم لغيره، واجب الوجود لذاته سبحانه وتعالى. فإن ما يمدح به من النفي فلا بد أن يتضمن ثبوتا، وإلا فالنفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون صفة كمال. انتهى من كلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية بتصرف. يعني النفي الوارد في باب الأسماء والصفات لا بد أن يتضمن إثبات وجوده من الكمال، لم يكن له كفوا أحد لكماله، لا يظلم ربك أحدا لكمال عدله، لا تأخذ سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، وهكذا جميع النفي يتضمن إثبات وجوده من الكمال، لا يعوده حقهما لكمال قوته واقتداره. قوله لم يلد فيه الرد على اليهود والنصارى والمشركين. كم قل هو الله حتى تكمل طويلة كما فيها من بارك بارك وفق الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله لم يلد فيه الرد على اليهود والنصارى والمشركين، فإن اليهود قالوا عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ومشرك العرب زعموا أن الملائكة بنات الله تعالى الله عن قولهم. قوله ولم يكن له كفوا أحد، الكفو المثل والشبيه. فهذه السورة تضمنت توحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب من الأحادية المنافية لمطلق المشاركة بوجه من الوجوه، والصمدية المثبتة له بما له من الأحادية لما له صحيح. وما يجب إثباته للرب من الأحادية المنافية لمطلق المشاركة بوجه من الوجوه. قل هو الله أحد، الأحادية إثبات الأحد، الأحد من أسماء الله. والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال. الصمد، الصمد في نفسه لا يحتاج إلى أحد، تصمد إليه الخلق في حواليه سبحانه وتعالى. الذي لا يلحقه فيها نقص بوجه من الوجوه، ونفى الولد والوالد الذي هو من لوازم، ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم صمديته وغناه وأحديته، ونفي الكفو المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل. فتضمنت هذه السورة إثبات كل كمال ونفي كل نقص عنه، ولهذا تعدل سورة القرآن اشتمالها على تنزيه الرب عن مقاييس العيوب وإثبات صفات الكمال له. ونفي إثبات مثل له أو شبيه له في كماله، ونفي مطلق الشريك عنه. فهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي. إيش الاشتمالها
قصد. صليت. فتضمنت هذه السورة نعم إثبات كل كمال ونفي كل نقص عنه ونفي إثبات مثل أو شبيه له في كماله ونفي مطلق الشريك عنه. فهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي نعم. الذي يباين به صاحبه جميع فرق الضلال والشرك ولهذا كانت تعدل ثلث القرآن نعم. فأخلصت إثبات الكمال ونفي الشبيه ونفي الشريك ونفي الكفر والبثيل هذه أصول عظيمة نعم. فأخلصت سورة الإخلاص فأخلصت سورة الإخلاص الخبر عنه وعن أسمائه وصفاته فعدلت ثلث القرآن وخلصت قارئها المؤمن بها من المؤمن بها من الشرك العلمي مؤمنة. وخلصت قارئها المؤمن بها من الشرك العلمي انتهى من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى ملخصا العلم يعني في العلم والاعتقاد يعني في الاعتقاد السليم ما في شرك وسورة قل يا أيها الكافرون تخلص صاحبها من الشرك العملي وسورة الإخلاص تخلص صاحبها من الشرك العلمي الاعتقادي الاعتقاد السليم قل يا أيها الكافرون تخلص من الشرك العملي فيكون عمله سليم نعم. وفي هذه السورة الجمع بين النفي والإثبات وفيه الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات لم يكن له كفوا أحد هذا الإجمال والتفصيل الإثبات قل هو الله أحد حتى الأحديث الله الصمد والصمدين نعم. وهذه طريقة وأما لم يلد ولم يولد وإن كان نفي نفي لكن بالتفصيل لكن المقصود منها الرد على النسب الولد إلى الله من النصارى واليهود وغيرهم المشركين نعم. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة خلافا لأهل الكلام المذموم. وتضمنت هذه السورة أنواع التوحيد الثلاثة قوله وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله نعم. وهي آية الكرسي وذلك لما اشتملت عليه من العلوم والمعارف كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب يا أبا المنذر تدري أي آية في كتاب الله أعظم فقال الله ورسوله أعلم فرددها مرارا ثم قال أبي هي آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم فقال ليهنئك العلم أبي يا أبا المنذر يعني هنئ لك العلم يهنئك بالعلم حيث عرف أن آية الكرسي أعظم سورة في القرآن قوله أعظم آية في القرآن أعظم آية في القرآن هي آية الكرسي وأفضل سورة في القرآن سورة الفاتحة نعم. قوله آية هي لغة العلامة واصطلاحا طائفة من كلمات القرآن متميزة بفصل سميت هذه الآية آية الكرسي لذكر الكرسي فيها وسع كرسي السماوات والأرض نعم. وفيه دليل على فضل هذه الآية وأنها أعظم آية في كتاب الله نعم. ولهذا من قرأ في ليلة لم يزل الله من الله حافظ ولا يقرب الشيطان حتى يصبح كما تقدم في الصحيح نعم. وفيه دليل كما تقدم على فضل علم التوحيد وأن القرآن يتفاضل بل آيات الصفات تتفاضل نعم ويتفاضل بعض الله أفضل بعض ويقول الله أحسن يسر في القرآن ويتفاضل فالآيات الصفات تتفاضل نعم. قوله الله لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا هو ولهذا من آيات الصفات الله لا إله إلا هو الحي القيوم صارت أفضل آية القرآن أعظم آية القرآن نعم. قوله الله لا إله إلا هو قوله الله لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا هو قوله الحي أي الدائم الباقي الذي لا سبيل للفناء عليه قوله القيوم أي القائم بنفسه المقيم لما سواه فهذان الاسمان عليهما مدار الأسماء الحسنى وإليهما ترجع معانيها جميعها نعم. ولهذا قيل إنهما إن هذا اسم الله العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ذكر هذا
الجمع بينهما في ثلاث آيات في القرآن الكريم، في كرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي أول آل عمران الإسلام من الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي سورة طه وعانت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمه. كلاهما اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. نعم. فإن الحياة مستلزمة لصفات الكمال، والقيوم متضمن لكمال غناه وكمال قدرته، فإنه القائم بنفسه لا يحتاج إلى من يقيم، فإنه القائم بنفسه لا يحتاج إلى من يقيمه بوجه من الوجوه. فإنه القائم بنفسه لا يحتاج إلى من يقيمه بوجه من الوجوه، وهذا من كمال غناه بنفسه كما عما سواه، وهو المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته، وهذا من كمال قدرته وعزته. انتهى من كلام ابن القيم بتصرف. قوله لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة النعاس وهو النوم الخفيف، والنوم ثقل في الرأس وثقل في الرأس، والسنة في العين والنوم في القلب. ثقل في الرأس. السنة إيش؟ النعاس. السنة النعاس وهو النوم الخفيف، والنوم ثقل في الرأس، والسنة في العين والنوم في القلب، وهو تأكيد من القيوم، أي أنه سبحانه لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول ولا يغيب عنه شيء ولا يخفى عليه خافية، كما في الصحيح من حديث أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النار أو النور، لو كشفه لأحرقت السبحات وجهه لمن انتهى إليه بصره من خلقه. نعم، هذا رواه مسلم صحيح، وفي أنه لا يستطيع أحد أن يرى الله في الدنيا، وهذا عام غير في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لمن انتهى إليه بصره من خلقه. الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب. وفي هذا دليل على النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعين رأسه ليلة المراه، وإنما رآه بعين قلبه، هذا هو الصواب الذي عليه محققون من أهل العلم. ما يستطيع أحد يرى الله في الدنيا في الملائكة ولا غيره، لكن في يوم القيامة ينشر الله نفسه شيئة قوية يثبتون فيها لرؤية الله، لأنه ما يستطيع أحد يثبت الرؤية. ولهذا لما سأل موسى ربها الرؤية قال الله لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله تحت ذلك الجبل واستطاع. فكيف بشر ضعيف يستطيع؟ نعم. حي السنة والنوم. نعم، لا تأخذ سنة ولا نوم، هذا لبيان كمال القيومية والحياة. لا تأخذ سنة ولا نوم، وهو لا إله إلا القيوم، نفى السنة والنوم لكمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى، من كماله لأن هذا نقص وضعف. النوم أخو الموت وضعف الإنسان، والله تعالى لا يلحق الضعف. نعم. له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخالقا. كف على قول لهم من ذا الذي يشفع؟ له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا. قوله من ذا الذي؟ بارك وفق الله جل. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي ليس لأحد أن يشفع عنده لعظمته وكبريائه إلا بإذنه، أي بأمره. قوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء،
أي لا يحيط الخلق بشيء من علمه إلا بما شاء أن يعلمهم إياه ويطلعهم عليه كما قال سبحانه ويطلعهم عليه كما قال سبحانه عن الملائكة أي لا يحيط الخلق بشيء من علمه إلا بما شاء أن يعلمهم إياه ويطلعهم عليه كما قال سبحانه عن الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. قوله وسع كرسيه السماوات والأرض أي ملأ وأحاط. والكرسي مخلوق عظيم وهو موضع القدمين لله سبحانه وتعالى كما يروى عن ابن عباس وغيره. هذا جاء صحيح مشهور عن ابن عباس لو قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله. موضع القدمين لله عز وجل والعرش لا يقدر قدره إلا الله. نعم. وقد قيل إنه العرش والصحيح أنه غير والصحيح أنه غيره كما روى ابن أبي شيبة والحاكم. وقال إنه على شرط الشيخين عن ابن عباس في قوله وسع كرسيه السماوات والأرض أنه قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله وقد روي مرفوعا. والصواب أنه موقوف على ابن عباس. وذكر ابن جرير عن أبي ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كالحلقة من حديد ألقيت بين ظهري ثلاث من الأرض. الله أكبر. هذا نسبة الكرسي إلى العرش من الحلقة الملقاة في صحراء العرش. وش نسبة الحلقة هذا العرش مخلوق عظيم ونسبة السماوات السبع هي الكرسي كحلقة في ثلاث. نسبة السماوات السبع والأرضين الصغيرة الكرسي كحلقة ملقاة في صحراء. ونسبة الكرسي إلى العرش نسبة العرش إلى الكرسي كحلقة ملقاة في أرض ثلاث. العرش أعظم من المخلوقات مخلوق عظيم ثم إليه الكرسي. هذه السماوات العظيمة مع سعتهما وعظمهما وكبر لسانهما بالنسبة للكرسي كحلقة في ثلاث. وهو إذا هذه أعظم في المخلوقات والخلق أعظم وأعظم سبحانه وتعالى. نعم. وأما ما زعمه بعضهم أن معنى كرسيه علمه ونسبه إلى ابن عباس فليس بصحيح بل هو من كلام أهل البدع المذموم. على باطل على باطل مروي على ابن عباس. يعني الكرسي في ثلاثة أقوال. القول الأول أنه العلم هذا باطل. القول الثاني أنه العرش وهذا ضعيف. القول الثالث أنه مخلوق مستقل غير على العرش هذا مصحف. أما القول بأن هذا ينسب إلى ابن عباس لكن ما يثبت عن ابن عباس. فالكرسي علمه لأنه يفسد المعنى. إذا قيل العلم وسع كرسيه السماوات والأرض يقول وسع علمه السماوات والأرض هذا غلط. علم الله هو يسع السماوات والأرض وغيره. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم. علم الله واسع للسماوات والأرض ولغيرها يشمل ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان فيكون. إذا قيل وسع كرسي العلم قيل وسع علمه السماوات والأرض فسد المعنى. هذا باطل. نعم. نعم. وإنما هو كما قال غير واحد من السلف الكرسي بين العرش كالمرقاة إليه. نعم. قوله ولا يؤوده حفظهما أي لا يفقده ولا يفقده ولا يعجزه حفظهما أي حفظ السماوات والأرض وما بينهما بل ذلك عليه سهل يسير. وهذا النفي في قوله ولا يؤوده حفظهما لثبوت كمال ضده. وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. قوله وهو العلي العظيم هل في قوله وهو العلي للشمول والاستغراق فله سبحانه العلو الكامل من جميع الوجوه علو القدر وعلو القهر وعلو الذات كما تواترت بذلك الأدلة وطابق على ذلك دليل العقل. فدليل العلو عقلي ونقلي وهو من الصفات الذاتية كصفة الفوقية. نعم هذا لا شك فيها له علو القدر والعظمة والشأن وله علو القهر والملك والسلطان وله علو الذات فهو سبحانه وتعالى فوق العرش. وقد وافق أهل البدع على نوعين من العلو وافقوا على علو القهر والسلطان وعلو القدر والشأن وخالفوا في علو القدر علو الذات
وقالوا إن الله ليس فوق العرش، وقالوا إن لو كان فوق العرش لكان جسما محدودا متحيزا، وقالوا إنه في كل مكان، أعوذ بالله، هذا كفر وضلال. الصواب إن الله فوق العرش، الصواب الذي يدل عليه النصوص والأهل السنة والجماعة قاطبة أن الله فوق العرش، وأنه له علو الذات، علو بذاته سبحانه، وله علو القدر والشان والعظمة، وعلو قهر السلطان. نعم. فوصفه سبحانه بالعلو قد دلت عليه، وقد دلت على ذلك قبل جملته الجملة الأخيرة. كما تواترت بذلك الأدلة، وطابق على ذلك الدليل العقلي، فدليل العلو عقلي ونقلي، وهو من الصفات الذاتية كثرة الفوقية. كثرة الفوقية العلو. نعم، بالنسبة للذات يعني. نعم. فوصفه سبحانه بالعلو يجمع معاني العلو جميعها. علو القهر أي أنه سبحانه على علي كده، أي أنه سبحانه على كل شيء كده، علي على كل شيء. بالمقصورة ولا بالمدودة؟ مدودة. على كل شيء، على يعني ارتفع على كل شيء. نعم، على بالممدودة سنتين، على كل شيء. عندك مكررة؟ لا مو مكررة. لا، على أنه سبحانه على كل شيء يعني. نعم، ارتفع على كل شيء. نعم، بمعنى أنه قاهر له، قادر عليه، متصرف فيه، كما قال سبحانه: إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. وعلو القدر أي أنه عال عن كل عيب ونقص، فهو عال عن ذلك منزه عنه، كما قال سبحانه: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، الآية. وفي دعاء الاستفتاح: وتعالى جدك. وعلو الذات أي أنه سبحانه عال على الجميع فوق عرشه. فتبين أن أنواع العلو ثلاثة، وأن اسمه العلي يتضمن اتصافه بجميع صفات الكمال والتنزيه له سبحانه عما ينافيها من صفات النقص. انتهى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. قوله العظيم أي الذي لا بارك الله فيك. رحمه الله تعالى في تفسير آية الكرسي: قوله العظيم أي الذي لا أعظم منه ولا أجل، لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته وأفعاله. فهذه الآية اشتملت على فوائد عظيمة: الأولى إثبات ألوهيته سبحانه. آية الكرسي قوله إيش؟ قوله العظيم. نعم، في آية الكرسي. نعم، أي الذي لا أعظم منه ولا أجل، لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته وأفعاله. فهذه الآية اشتملت على فوائد عظيمة: الأولى إثبات ألوهيته سبحانه وانفراده بذلك، وبطلان ألوهية كل من سواه. الثانية إثبات صفة الحياة له سبحانه وتعالى، الحياة التامة الدائمة التي لا يلحقها فناء ولا اضمحلال. هذه فوائد آية الكرسي. نعم. الأولى إثبات ألوهيته. نعم. الأولى إثبات ألوهيته سبحانه وانفراده بذلك. وبطلان ألوهية كل من سواه. الثانية إثبات صفة الحياة له سبحانه وتعالى. الحياة التامة الدائمة التي لا يلحقها فناء ولا اضمحلال. فهي صفة ذاتية تواطى على إثباتها النقل والعقل. الثالثة إثبات صفة القيوم، أي قيامه بنفسه وقيامه بتدبير أمور خلقه، كما قال سبحانه وتعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وهذان الاسمان أعني الحي والقيوم ذكرا معا في ثلاثة مواضع من القرآن،
وهما من أعظم أسماء الله وصفاته، وورد أنهما الاسم الأعظم، فإنهما متضمنان لصفات الكمال أعظم تضمن. فالصفات الذاتية كلها ترجع إلى الاسم الحي، والصفات الفعلية ترجع إلى اسم القيوم، ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية، وعلى قيامه بذاته، وعلى قيام كل شيء به. إيش الصفات؟ ويدل القيوم نعم على معنى الأزلية والأبدية، وعلى قيامه بذاته، وعلى قيام كل شيء به، وعلى أنه موجود بنفسه. هو القائم سبحانه، هو القائم بنفسه المقيم لغيره. نعم. وهذا معنى كونه واجب الوجود، واجب الوجود. الرابعة، تنزيه سبحانه عن صفات النقص كالسنة والنوم والعجز والفقر ونحو ذلك، وهو تأكيد للقيوم، لأن من جاز عليه السنة والنوم استحال أن يكون قيوما. الخامسة، سعة ملكه سبحانه وتعالى، له ما في السماوات والأرض ملكا وعبيدا تحت قهره وسلطانه. السادسة، فيه دليل على عظمته وسلطانه، وأن أحدا لا يشفع عنده إلا بعد إذنه سبحانه ورضاه عن المشفوع له. السابعة، فيه إثبات الشفاعة بقيودها، وهو إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له. الثانية، فيه الرد على المشركين الذين يزعمون أن أصنامهم تشفع لهم، فظهر أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. التاسعة، فيه إثبات صفة الكلام له سبحان لله سبحانه، وأنه يتكلم متى شاء إذا شاء، وأنه يتكلم سبحانه بحرف وصوت يليقان بجلاله وعظمته، وأن كلامه سبحانه يسمع لقوله إلا بإذنه. العاشر، فيه إثبات صفة العلم لله سبحانه وإحاطته بكل معلوم، وأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. الحادي عشر، في ذكر إحاطة علمه سبحانه بالماضي والمستقبل، إشارة إلى أنه لا ينسى ولا يغفل، ولا يحدث له علم ولا يتجدد. لا ينسى ولا يغفل، نعم. إشارة إلى أنه لا ينسى ولا يغفل، ولا يحدث له علم ولا يتجدد. الثاني عشر، فيه الرد على القدرية والرافضة ونحوهم الذين يزعمون أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. رافضة ومن؟ ومعتزلة؟ القدرية. إلى أن القدرية الأولى، ولا القدرية عامة، القدرية هم قرروا، هم كفار، نسأل الله يجزي. أما القدرية المتأخرون يثبتون العلم والكتابة، وإنما ينازعون في عموم المشيئة وعموم الخلق. نعم. الرافضة إلى الآن يحتمل، رافضة وهم كذلك، قدامى لهم قدامى ولهم متأخرون. نعم. الثاني عشر، مذهب الرافضة الآن، هل متأخرون يقولون بهذا؟ الثاني عشر، فيه الرد على القدرية والرافضة ونحوهم الذين يزعمون أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، والرد على من زعم أن الله لا يعلم إلا الكليات، تعالى الله عن قولهم. هم فلاسفة، لا يعلم الجزئيات، يعلم الكليات، والأمور الكلية في الذهن، يعلم إجمالا، يعني يعلم الكواكب والإجمال، أما تفصيل الندم الفلاني المخلوق فلان يقول ما يعلم، هذا جزئي ما يعلم، نعوذ بالله. هذا قول فلاسفة متأخرين كبسين أو الفارابي. نعم. الثالث عشر، في اختصاصه بالتعليم، وأن الخلق لا يعلمون إلا ما علمهم، كما قالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. الرابع عشر، فيه إثبات عظمته سبحانه بعظمة مخلوقاته، فإذا كان عظمة كرسيه هذه العظمة التي جاءت بها الأدلة، فمن باب أولى أن يكون الخالق أعظم وأجل.
الخامسة عشر فيها إثبات الكرسي وعظمته وأنه مخلوق لله سبحانه وتعالى، والرد على من زعم أن كرسيه علمه. السادسة عشر فيه إثبات صفة المشيئة له سبحانه.